دينا مساءكم خير. خلينا نبدأ أول أخبارنا النهاردة من قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. اللجنة قررت النهاردة استمرار حظر التجوال من 8 مساء حتى 4 صباحا، وده من 14 يونيو وحتى نهاية الشهر، يعني من يوم الأحد يا جماعة اللي هو بعد بكرة، اللي هو لحد بعد كده 30/6. وكمان وقف حركة جميع وسائل النقل العام من 8 مساء، وكذلك استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ. واللجنة كمان قررت مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في 6 مساء. كده كده الساعة 5 كله بيقفل، لكن دلوقتي هتبقى الساعة 6. أما بقى بخصوص فتح دور العبادة، قالت اللجنة أنه بداية من أول شهر يوليو سيتم دراسة فتحها. خلي بالكم يا جماعة وركزوا، دراسة فتحها مش فتحها، دراسة فتحها في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا. وكمان من بداية شهر 7 ستكون عودة السياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بالفيروس، زي مثلا البحر الأحمر. وعلشان نعرف أكتر عن قرارات اللجنة النهاردة معانا على الهاتف الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ بسمة. اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف ايه الاعتبارات اللي خلت اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا اخذت القرارات دي النهارده. نعم، يعني وبالفعل طبعا اللجنه بتدرس كل الاعتبارات خاصه بطبعا تطور فيروس كورونا، بالاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها، بايضا العوامل الاخرى المتعلقه باعاده النشاط الاقتصادي واعاده الحياه يعني تدريجيا زي ما هو موجود في العالم كله، مع اتخاذ اقصى التدابير الاحترازيه اللازمه لحمايه المواطنين او العاملين. كل هذه العوامل طبعا تم دراستها، وبناء عليها خرجت القرارات اللي تم الاعلان عنها، واللي حضرتك اشرتي لجزء منها فيما يتعلق بان حظر التجول هيكون من 8 مساء لغايه 4 صباحا. نعم، وايضا حظر وسائل النقل العام خلال هذه الفتره، وطبعا مع التاكيد طبعا على القرارات السابقه فيما يتعلق بالزام الالتزام بارتداء الكمامات في اي منشاه او اي جهه او في وسائل النقل العامه، وطبعا بالاضافه لاستمرار اغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات وغيرها والنوادي الليليه والمتجهات. تمام. طب انا ليا سؤال بس عايزه اقول انه لو اتكلمت عن عوده الصلاه بقى في دور العباده في مثلا في المحافظات الاقل اصابه، ده هيكون امتى؟ هو حضرتك هو الكلام دلوقتي انه هو مع بدايه يوليو طبعا هتكون وزاره الاوقاف مع المحافظات هيكون في متابعه، ومع وزاره الصحه طبعا، لان طبعا في جهد جماعي في لجنه اللي هي لجنه اداره ازمه كورونا برئاسه الوزراء، في غرف مع الكنائس مشتركة. اكيد طبعا مع الكنائس هيكون في زي ما بقول لحضرتك تنسيق بين كل الجهات دي، وفي الاخر طبعا هنشوف ايه المحافظات اللي ممكن يتم الفتح التدريجي لدور العباده فيها. طبعا فهيبقى فيه راي للكنائس وراي لوزاره الاوقاف وراي لوزاره الصحه وللمحافظات، ويتشاف ازاي ايه اللي ممكن يتم عوده يعني زي ما قلت من شويه انه جاري لسه الدراسه يعني. وغير كده وغير كده ان هيتحدد بناء على كل محافظه وكل كل محافظه والوضع فيها، يعني هو مش قرار حسب على كل المحافظات مره واحده، حسب الوضع وحسب ما توصل له اللجنه اللي فيها ممثلين عن دور العباده او عن وزاره الاوقاف او الكنائس او الصحه وكل الجهات المعنيه والمحافظات، كل الجهات المعنيه اللي هتحدد والله المحافظه دي ممكن زي ايه يا فندم؟ يعني المحافظات الاقل اصابه زي ايه؟ الاقل اصابه زي ما النهارده مثلا موضوع السياحه اللي حضرتك اشرت ليه، ما هو يتكلم برضه عن المحافظات اللي
فيها اصابات قليله او ما فيهاش انتشار، زي مثلا مطروح، زي البحر الاحمر، البحر الاحمر، زي جنوب سيناء، في محافظات ما فيهاش انتشار كبير وزي الوادي الجديد. طبعا المحافظات اللي ما فيهاش حالات انتشار كبيره بالتاكيد طبعا هي بناء على الدراسات دي هتكون هي المرشحه ان يبدا فيها فتح دور العباده التدريجيه. طيب يا فندم، من ضمن القرارات بقى عوده السياحه والطيران بدايه من شهر يوليو اللي جاي، يعني تقريبا بعد 20 يوم، هل الفتح هيكون تدريجي ولبعض الدول ولا لكل الدول؟ لا، هو طبعا هو الكلام دلوقتي عن المحافظات اللي توجه ليها حركة السياحة، طبعا زي ما قلنا اللي هي المحافظات الأقل اللي ما فيهاش نسب انتشار عالية، زي يعني المحافظات اللي أشرنا ليها. بالتأكيد طبعا فيما يتعلق بالدول نفسها هيكون في تنسيق بين مصر والدول، لأن كل دولة طبعا هي حتى حركة الطيران عندها أو السماح بحركة الطيران وحتى السماح بحركة السياحة عندها بيرتبط أيضا بالقرارات الداخلية فيها. فبالتأكيد طبعا هيكون في تنسيق بين مصر والدول الأخرى اللي هي اللي هيتم فيها الفتح السياحه فيها ان شاء الله، والذهاب من المهم والى في القصه دي ان مصر متخذه من جانبها كل الاجراءات الاحترازيه سواء في المواقع السياحيه او في خطوط الطيران لحمايه السائحين وحمايه ايضا اي حد بيتعامل في هذا النشاط. طيب قبل ما اقفل مع حضرتك يا فندم، في الحقيقه قطاع كبير وموضوع مهم جدا اللي هو للعاملين اصحاب المقاهي والمطاعم، كانت منتظره قرار بالعوده التدريجيه للعمل وفقا للاجراءات اللي معمول بيها، فامتى ممكن انه الناس ترجع او ممكن نديهم مثلا امل ان هم يرجعوا؟ لان حضرتك عارف كم العماله اللي موجوده وخصوصا في ذلك المجال اللي منتظره هذا الامل. هو بالتاكيد طبعا يعني كلنا سواء مجتمع او حكومه كلنا يهمنا عوده كل الانشطه وان كل الناس اللي في الاعمال ترجع اعمالها طبعًا. لكن بالتاكيد طبعا القرارات بتحدها الحته الاهم قبل كل ده، السلامه الصحيه سواء للمواطنين او العاملين او غيره. فطبعا اللجنه بتدرس بتجتمع كل اسبوعين، يعني احنا القرارات دي ممتده لغايه نهايه يونيو ان شاء الله. قبل نهايه يونيو ممكن بيوم او يومين زي كده هيكون في اجتماع للجنه وهتشوف والله الوضع عندنا كذا، التطورات المرض كذا، وبالتاكيد طبعا هتاخد القرار في ضوء الدراسات اللي اشوفها. وعلى فكره برضه وارد ان ممكن يكون في بعض تبدا الانشطه دي تدريجيا في بعض المحافظات، ممكن لو اللجنه شافت ده في اجتماعها بعد اسبوعين تشوف ده. لكن بالتاكيد طبعا العامل الاول والمهم هو سلامه المواطن المصري سواء طبعا قبل فتح اي نشاط. فبالتاكيد طبعا يعني بعد اسبوعين ان شاء الله هيتم اجتماع اخر وهيتم دراسه القرارات اللي ممكن تبدا مع اول يوليو ان شاء الله. شكرا، بنشكرك جدا الكاتب الصحفي كمال ريان على هذه المعلومات. طيب هنروح بقى للقمة الأفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس السيسي النهاردة، ودي كانت بالفيديو كونفرنس وشارك فيها عدد من القادة الأفارقة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال أن القمة ركزت على متابعة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الإفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة. ومن خلال القمة الرئيس أكد أن مواجهة كورونا تستدعي التعاون القوي بين الدول الأفريقية للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في إفريقيا. تعالوا نروح نشوف تقرير عن مشاركة السيد الرئيس في القمة الأفريقية المصغرة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الحالي للاتحاد والسادة رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة. أشقاء السادة الرؤساء المشاركين في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي
والسادة رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم لدولة بوروندي حكومة وشعبا بأخلص التعازي في وفاة الرئيس نكرونسيزا. أود في البداية أن أعرب عن تقديري للدور الذي يقوم به أخي فخامة الرئيس رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي في قيادة جهود القارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إلى جانب جهود السادة الرؤساء أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي وكذلك السادة رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية. كما أود الإشادة بالدور الذي يقوم به معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد، والجهد الذي تقوم به إدارات المفوضية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض. وكذلك أود الإشارة والإشادة بالمجهود الكبير الذي بذله السادة مبعوث الاتحاد الإفريقي المعنيون بحشد الموارد لمجابهة أزمة تفشي كورونا. السيدات والسادة، إن مواجهة الأزمة الراهنة تستدعي التعاون المتواصل بين دولنا في إطار مقاربة شاملة للحد من الآثار والتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في إفريقيا. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى نقاط محددة وذلك على النحو التالي. أولاً، أهمية مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الإفريقية. ثانياً، يتعين علينا التنبه من استغلال التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في هذه الظروف الطارئة لتحقيق أهداف تنعكس سلباً على أمن ومستقبل القارة. وأود الإشارة في هذا الإطار إلى دعوة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الخاصة بوقف النزاعات والتركيز على مكافحة تفشي الفيروس، وذلك اتساقا مع مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا. ثالثا، إن اهتمامنا بمكافحة تفشي فيروس كورونا في إفريقيا لا يجب أن يشغلنا عن الأولويات القارية في المجالات الأخرى اتصالت بأجندتنا التنموية 2063 وعلى رأسها مكافحة الجوع والأمن الغذائي وتطوير مشروعات البنية التحتية القارية. رابعا، الحاجة إلى مواصلة العمل الإفريقي المشترك والبناء على النجاحات التي حققناها خلال الأشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه الأزمة من إيجابيات وعلى رأسها قدرة الدول الإفريقية على العمل معا بروح تؤكد وحدة مصير القارة. خامسا، ضرورة مواصلة دعم الأطقم الطبية الإفريقية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، وكذلك مواصلة دعم الدور المهم للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض وصندوق الاتحاد الإفريقي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إفريقيا. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى تقديم مصر بالفعل مساعدات طبية عينية بشكل مباشر لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة. الأخوة والأخوات، أود في نهاية كلمتي أن أجدد التزام مصر بدعم جهود القارة الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدرات الدول الإفريقية واحتياجات شعوبها في مختلف المجالات، فضلاً عن التزامنا باستمرار التنسيق والتشاور في إطار مؤسسات الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الأزمة الراهنة. شكراً لكم على حسن استماعكم. يعني الحقيقة جهد كبير بيقوم به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مواجهة كورونا جوه مصر وبره مصر، وبيتواصل مع جميع الدول الإفريقية علشان نواجه هذا الفيروس اللعين. وكل التحية لسيادة الرئيس وكل مجهوداته. طيب، هنروح بقى لقصة بطل.
هنروح للدكتور البطل محمود سامي، الطبيب اللي فقد بصره وهو بيواجه فيروس كورونا في مستشفى العزل ببلطيم، وأظن أن احنا معظمنا عارف القصة دي. والدكتور ده الحقيقة ضرب أروع مثل في التضحية وأداء الواجب، زيه زي أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة الواقفين على الجبهة بيحموا بلدنا. أنا شايفة أنه مفيش فرق. الحقيقة الدكتور محمود رجع لبيته في كفر الشيخ بعد انتهاء فترة علاجه بالمركز الطبي العالمي. احنا معانا على التليفون دكتور البطل محمود سامي، واللي هيحكي لنا عن قصة كفاحه وفقده للبصر بعد عمل استمر أكتر من 48 ساعة متواصلة هو بيعالج مرضى كورونا وأصيب بارتفاع ضغط الدم اللي تسبب في فقده للبصر، وده كان من حوالي تقريبا 28 أو 29 يوم. برحب بيك يا بطل دكتور محمود. أهلا وسهلا يا دكتورة بسمة. إزاي حضرتك يا فندم؟ وحمد الله على سلامتك ورجوعك بيتك مرة تانية. الله يخليك يا فندم، الله يكرمك يا فندم. طمنا على حالتك واحكي لنا على كواليس الإصابة، وبعدها بقى عايز أعرف رحلة علاجك. نبدأ بالإصابة، كيف بدأت؟ والله يا فندم أنا كنت طبعا منتدى في مستشفى العزل بطلطين من يوم 1/5 اللي فات. المفروض أسبوعين، لكن أنا بعد أسبوع تحديدا تقريبا من 8 أو 9/5 كان في شغل كتير مع إجهاد مع توتر مع علق، وبعدين دخلت في نفس صداع عرق، وبعد كده كتمة نفس، بعد كده فقدان الوعي تام. وتم تحويلي بعد كده مستشفى صدر كفر الشيخ. وبعد مدة تم يعني لما فقت كده لقيت أنا مش شايف يا جماعة، فكانوا فاكرين في الأول إنها شوك أو صدمة أو كده. طبعا قعدت يومين أو ثلاثة لم يتم تشخيصي أو كده. رحت القاهرة بإسكندرية، بعد كده لما الموضوع وصل السوشيال ميديا وصل مجلس الوزراء على طول على الفور تم استصدار قرار بعلاجي على نفقة الدولة، ورحت المركز الطبي العالمي هناك عملوا لي كل التحاليل من أول وجديد والأشعة، وبدأت في جلسات أكسجين تحت ضغط وجلسات فصل البلازما زي ما الناس عارفة. معلش بدأت جلسات إيه يا فندم؟ أكسجين تحت ضغط عشان نوصل الدم للعصب البصري. المستشفى الجوي. وبعد كده جلسات فصل البلازما علشان نتخلص من كل المضادات المناعيه الموجوده بالدم. وطبعا هو تم تشخيص مبدئي كده بتلف في العصب البصري، وطبعا الشريان اللي واصل للشبكيه الناحيتين مقفول تماما. 90% من الاطباء اللي شافوني قالوا لي ان انت مش هتشوف تاني، جهز نفسك كطبيب وكانسان انك مش هتشوف تاني. بس الامل في ربنا كبير برضو يا دكتور محمود. تمام. 10% قالوا لي انت هتشوف من 4 لـ6 متر خلال 6 شهور. قلت لهم انا همسك الطريق ده وانا مكمل بكل تفاؤل وامل طبعا وثقه في ربنا، همشي مع ال 10%. ايوه، وايمانك وعزيمتك هترجعها ان شاء الله ال 10% دي. اكيد هم بيعطوني علاجات كتير وبيدوني كذا، لكن عشان كده انا مكمل معاهم. طبعا الرئاسه تواصلت معايا مؤسسه الرئاسه واكدوا قالوا لي انت ابننا مش هنسيبك كويس، وانت طبعا دفعت ثمن كبير طبعا، وان الرئيس السيسي مهتم بان انت ترجع تشوف تاني كويس، وهيكرمك هيقابلك بنفسه وهيكرمك. انت ابن مصر اللي ضحى يعني. ده اكيد اكيد، وده امر اسعدني تماما يا مدام بسمه. وطبعا انا دلوقتي حاليا خرجت امبارح من المركز الطبي. ايوه. كمل علاجي في البيت وبتابع كل سبت معاهم. الاشعه والتحاليل، التحسن كل اسبوع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب ايه بقى الخطوه اللي جايه بالنسبه لك؟ يعني انا بتكلم على المستوى المهني بقى ومستوى المعيشه، هتكون ازاي؟ والله طبعا الامر صعب جدا، الظروف ملخبطه. بحاول افكر لكن لسه مش شايف طريق لسه لحد دلوقتي، يعني
مش عارف يعني المستقبل هيبقى شكله ازاي يعني. مش راسم الملامح لسه، مش عارف يعني. ايوه، لو انا شفت هيبقى في طريق، ولو انا ما شفتش هيبقى في طريق تاني. حاليا انا لسه مش عارفه يعني، يعني هعيش ازاي، او هل هكمل في مهنه الطب، هل هقدر اشوف ابني، هل اسئله كتير لسه حضرتك بتجيلي. ابنك عنده شهرين مش كده؟ 3 شهور. يحيى 3 شهور. حضرتك ايوه شفته تعتبر اخر مره من شهر، او هو عنده شهرين مش كده؟ هو اخر مره شفته كان عنده اسبوعين تقريبا. ياه. وحضرتك بعدها بقى رحت كنت في بدأت في رحلة العلاج. يعني آخر صورة لي في ذاكرتك قبل كان الإصابة أسبوعين. بالعمى كانت وهو عنده أسبوعين، أسبوعين تقريبا. ومش قادر تشوفه دلوقتي، يعني حاليا مفيش لا، أنا ملامح قادر تشوفها لما رجعت وتبص عليه وتشوفه، مش قادر. لا للأسف لسه، للأسف لسه. طيب زوجة حضرتك جنبك يا فندم، مدام مروة، موجود ممكن نكلمها؟ موجود ماشي يا فندم، موجودة مع حضرتك. ماشي اتفضل. مساء الخير مدام مروة زوجة البطل. اهلا دكتورة بسمة. اهلا بيك يا مدام مروة، انت لا تقلي يعني بطولة عن الدكتور محمود الحقيقة، الدور اللي قام بيه، والتضحية اللي ضحى بيها، واللي أنا شايفاه فيكي إنك ست مصرية جدعة. الصورة اللي أنا عرضها على الشاشة دلوقتي بتثبت إنك ست مصرية جدعة. ربنا يخليك يا رب. قوليلي يا مدام مروة، هرجع أسأل نفس السؤال، الأيام اللي جاية تفتكري إيه اللي أنت شايفاه، أو المعاملة هتكون إزاي، وإيه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية؟ برضه زي ما محمود قال، لسه مفيش أي حاجة واضحة، احنا لسه مش عارفين احنا هنعمل ايه. بس أنا كل اللي شاغلني دلوقتي إن محمود ما ييأس وما يزهقش، وإنه يفضل على تواصل، إنه يفضل يمارس هواياته وحاجته اللي بيحبها. إنه محمود بيحب شغله، لو في أي إمكانية أو أي حاجة تقدر تخليه يفضل حتى مرتبط بمهنته كطبيب بأي شكل، كمثلا تدريس، أو يعني أي شكل يخليه مرتبط بمهنته ويقدر يطور من نفسه، إن هو يقدر يقرأ، يفضل يقرأ زي ما هو محمود بيحب القراية جدا، يفضل يقرأ زي ما هو بيحب يقرأ. محمود أصلا يعني ليه علاقته بالنت مثلا، وإن هو يقدر يفتح صفحته ويعمل كذا بنفسه ويعمل الحاجات دي، إن هو يعني حياته ما تقفش. طبعا يعني ده اللي احنا عايزينه، ان حياته ما تقفش ولا تعتمد، يعني ما تبقاش كمان معتمده على حد. يعني انا عايزه محمود يقدر يكمل في الحياه مع كده، يبقى قوي، يبقى لوحده، مش يعني المهم ان هي ما تقفش. يعني انا عايزه اقول لك ان انا بحيي فيكي طبعا، يعني عزه النفس اللي عندك، والقوة اللي عندك، والإيمان اللي عندك بالقدر اللي حصل، وإنك مش عايزة تفقدي أنت الأمل، وعايزة أنت تدخلي في قلبه الأمل ده. ده شيء عظيم جدا. ونقول كمان إنه إن شاء الله حق محمود علينا، لأنه إحنا المفروض إن إحنا يعني نعامله كمصاب، يعني زي مصابين الحرب. ده حقيقي، لان محمود يستاهل. يعني انا مش هقول لك ان محمود بطل بس بسبب الحادث ده، محمود من قبل كده اصلا هو شخص نبيل وبطل، يعني من قبل كده طبعا. يعني طبعا. طيب هل في حاجه ممكن نقدر نقدمها لكم؟ عايزين نوصل صوتكم لوزارة الصحة، لمجلس الوزراء، احنا تحت امركم، احنا صوتكم. وانا اظن ان انتوا زي على حد قولكم انه ما قصروش معاكم، وبس انا حابه ان انا اضيف انه لو ليكم اي رسالة عايزين توجهوها اتفضلوا من خلال البرنامج. لو في امكانية العلاج بالخارج موجودة، يعني انا كل اللي يهمني دلوقتي، يعني الهدف الاول والشيء الاولاني ان محمود يشوفني.
يعني لو نقدر ان هو محمود يسافر او يتعالج بره، او يبقى ده اول حاجه، يعني ده طلبنا الاولاني، انه يفضل اي امكانيه للعلاج في اي مكان يبقى يا ريت. يعني مدام مروه والدكتور محمود، انا قبل ما اشكركم انا عايزه اقول لكم ان انا يعني الحقيقه كل ثقه انه القياده السياسيه يعني هتستجيب لهذا المطلب، وانه ما فيش اي مسؤول في الدوله ممكن يتخلى عنكم في هذه المحنه، وخصوصا بعد الدور اللي قام بيه الدكتور محمود. يعني تخيلوا يا جماعه انه الدكتور محمود شاب كم سنه، معلش يا دكتور محمود؟ 39. شاب 39 سنة في عز شبابه، أول طفل لي شافه هو عنده أسبوعين وهو بيقوم بعمله الفدائي الحقيقة اللي احنا بنسميه في ظل جائحة كورونا واللي احنا فيها والجيش الأبيض وما يقوم به، أنه فقد بصره. فالحقيقة يعني لازم كلنا أن احنا نمد إيدينا، والدولة أكيد هتمد إيديها تاني إن شاء الله، لأنه قام بدور كبير في الفترة اللي فاتت، والدولة كمان قامت بدور كبير. وإن شاء الله كل التحية ليكم ولبطلنا الدكتور محمود، وليكي يا مدام مروة، وإن شاء الله إحنا معاكم وبشكركم جدا. ألف سلامة يا مدام بسمة. شكرا 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 دكتور محمود. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل مرة تانية بقية حلقتنا. في محطات مترو الأنفاق وعلى أرصفة محطات السكك الحديدية يبدو واضحا الالتزام، والذي امتد أيضا إلى مواقف أتوبيسات النقل العام ومحطات شركات نقل الركاب للمحافظات وداخل السنترالات ومكاتب البريد. كما يبدو واضحا الوجود الأمني والخدمات الأمنية والتي تنتشر هنا وهناك لأداء دورها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفي هذا الإطار كثفت من حملاتها الأمنية للمتابعة الميدانية لمدى التزام المواطنين بهذا الإجراء الاحترازي، سواء في محطات السكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق ومواقف أتوبيسات النقل العام ومحطات شركات نقل الركاب للمحافظات والسنترالات ومكاتب البريد. النهاردة حصل موقف قدامي وأنا داخلة، كانوا في ناس داخلين من غير كمامات ما رضيش يدخلوا من المترو. بأثمن دور وزارة الداخلية في نشر التوعية ما بين الناس ومتابعة قرارات الدولة وتنفيذها. هنا الكل يرتدي الكمامات الواقية وسط إجراءات أمنية اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الالتزام مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو أمر يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وصحتهم. الشرطة أخذ موضوع الكمامة ده بجدية، وجدية كويسة جدا، بس يلزمنا التزام من طرفنا احنا كمواطنين. التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية هو طريق للعبور من أزمة كورونا، يقابله جهد متواصل لأجهزة وزارة الداخلية لضمان تنفيذ تلك الإجراءات بكل حسم وفاعلية. بالتزامن مع تلك الحملات، تواصل أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل قرارات مجلس الوزراء بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية من خلال الخدمات الأمنية على مستوى الجمهورية، التي تتولى المتابعة الميدانية لمدى التزام القائمين عليها بتلك القرارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لها. كما تنتشر الخدمات والارتكازات الأمنية يومياً لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار الحظر. جهود وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته. في اليوم
مشاهدينا ورجعنا بعد الفاصل ومكملين معاكم. عايز أقول لكم أن منذ قليل الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على سيدتين بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهما يقوم من خلالها باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظ تخدش الحياء العام، وهي سيدة وابنتها مقيمتان بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. لو في ناس متابعة السوشيال ميديا، دول سيدة بتعلم بنتها الرقص وبتعرض فيديوهات للبنت ولا كأنها الحقيقة، يعني عندها مثلا من العشرينات والخمسة وعشرينات، ده لو أنا كمان يعني أنا تغاضيت عن السن، وإنها بتخليها أنها تعرض هذه الرقصات. احنا هنا في البرنامج الحقيقة قررنا ان احنا ما نعرضش ولا جزء من الفيديوهات دي حفاظا على حياة السادة المشاهدين، لان احنا بندخل كل البيوت العربية الحقيقة وبنحافظ على هذا الحياء الاخلاقي، فما ينفعش ان احنا نعرضها. ده اولا. اول حاجة عايزة الصورة، لو معاكم يا جماعة الصورة، أنا عايزة الناس تشوف بتجهز. طيب خليني أحكي لكم الأول، أنه ما تتخيلوش أنه الحقيقة موضوع السوشيال ميديا ده بيسيء قد إيه. يعني إحنا المرأة المصرية المفروض أنه، هل دي البنت الصغيرة اللي أمها فرحانة بيها ومخليها بقى لابسة زي بدلة رأس، وفعلا حقيقي لابسه بدله رقص، وفي السن ده تتمايل وترقص كانها في كباريه او مالها ليلي، في السن الطفولي ده دي طفله، يعني ده احنا بنسميه تشايلد ابيوز، انت بتستغلي بنتك عشان تحققي فيورز. طب لما هي في السن ده دلوقتي وانت بديتي بدايه طريق طفولتها بانك انت تخليها تبدا ترقص وإنها تبقى زي الراقصات الكبار وتعريها وتطلعيها وتهزيها وتعملي فيورز ليها وليكي، ده اسمه تجارة ببنتك، تجارة بالبشر. فيعني أنا يعني، هل أنت ما تعرفيش حضرتك إنه القانون بيجرم ده؟ الناس اللي بتجيب أطفالها وتقعد تستخدمهم وتستغلهم في الفيديوهات، أنا نفسي أن يبقى فيه وقفة، مش الست دي بس، في كتير، مش بس رأس، في استغلال، وفي استغلال في حاجات كتير. في دلوقتي وقفة حصلت حقيقة أنا سعيدة ليها جدا، مع أن الواحد مفروض ما يزعلش في المصائب، لكن دي ما تعتبرش مصائب، بالعكس دي حلول للكارثة اللي احنا فيها. النيابة بتحقق دلوقتي في هذه الجريمة، حتى لو كانت بنتك فهي برضو جريمة، انت بتستغلي بنتك، انت بتستغليها، بديتي طريق طفولتها ومستقبلها بانك تطلعيها تبقى رقاصة من وهي عندها 10 سنين مثلا. طلعوا لنا الصورة بقى يا استاذ خالد لو سمحت. تفضلوا تفضلوا، انتوا لو شفتوا الفيديو بقى البنت بترقص ازاي، حقيقة يعني مش ممكن. وقد ايه كم شير بقى؟ 3000 شير يا جماعة، وكمية لايكات مش طبيعية. حرام عليكي، لانه مش كل واحد هيتفرج عليها هيعتبر انه بيتفرج على طفلة. هو دلوقتي ممكن انه اصحاب القلوب الضعيفة يبتدي يطمع فيها بعنيه. ما انت بتشوفي جرائم الاغتصاب اللي بتحصل، ده بيحصل اغتصاب بالحيوانات في العالم دلوقتي. انت عايزة ايه من ان بنتك تطلعيها بهذا المنظر؟ عايزة ايه؟ يبصلها ازاي؟ واحد يطمع فيها، واحد يجي ياخدها يخطفها منك يعمل، ما انت طلعتيها له في صورة واحدة كبيرة بس جسم واحدة قصيرة، ما هي انثى بس قصيرة. ليه التشايلد ابيوز ده؟ ليه؟ معانا مين يا جماعه؟ معانا الاستاذ الصحفي ابراهيم قاسم من جريده اليوم السابع. برحب بيك يا فندم. اهلا ومرحبا بحضرتك يا استاذ.
اهلا وسهلا بيك يا فندم. ممكن نعرف ايه حكايه القبض على هذه السيده وما هو حقيقه هذا الموضوع؟ هو طبعا شيري هانم ومرده بنتها مش الواقعه الاولى ولا الاخيره الموجوده على مواقع السوشيال ميديا سواء مواقع الفيسبوك او تيك توك اللي ظهر في الاونه الاخيره بشكل يعني خلى فعلا المجتمع كله يشمئز من هذه التصرفات والفتيات التي يخرجن وتعريض انفسهم وعرض انفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل جذب مشاهدين وتحقيق مكاسب غير مشروعه. النهارده فعلا مباحث الاداب قبضت على شيري هانم او يعني حسب هي طبعا شهرتها شيري هانم هي مسميه نفسها كده يعني وابنتها ده طبعا كان تم رصد الفيديوهات اللي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت هذه يعني الفيديوهات دي تبين انها حققت 9 مليون مشاهده واليوتيوب بالفعل دفع دي كارثه تمام على دي كارثه هي استخدمت الفيديوهات في عمل المشاهده طبعا ده زي ما قلت لك دي ثغره موجوده حاليا اي واحده تتاحى ظروف عندها كم سنه حضرتك يا استاذ ابراهيم هذه الطفله؟ يعني حتى الان تحيات النيابه شغاله معاهم بس الفتاه قاصر يعني لسه مش تعدي 18 عام يعني انا شايفه ان 13 سنه صغيره جدا او اقل بس دي مش 13 سنه بس هي اقل من 18 سنه طبعا يعني اقل من 13 سنه طب اتفضل حضرتك كمل وطبعا الست دي متعوده انها بيتم التنقل من شقه لشقه واستخدام هواتف ارقام هواتف اكثر من رقم ليه؟ الاداره طبعا اداره المباحث الاداب توصلت ان هي موجوده حاليا في شقه في مصر الجديدة تم استهداف هذه الشقة وضبط السيدة وبنتها وعرضهم عن النيابة طبعا يعني زي ما قلت لك الواقعة دي مش هي الواقعة الوحيدة اللي حصلت لكن النهاردة كمان كان في بيان مهم جدا للنيابة العامة والنيابة العامة منذ فترة طيب معلش خليك معايا أستاذ إبراهيم لأنه أنا الحقيقة هتكلم في نفس الموضوع اللي حصل ده بيفكرنا بقصة مواجهة النيابة العامة بقى لجرائم التعدي على قيم المجتمع اللي انتشرت مؤخرا على التيك توك. النهاردة النيابة أمرت بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وفي ثلاثة تانيين للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم بعد اتهامهم بالتعدي برضو نفس الحكاية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. عايز أفهم أكتر هل يعني أو إيه هي النقاط اللي في بيان النائب العام النهاردة بخصوص هؤلاء الفتيات؟ وطبعا يعني حنين حسام ومودة الأدهم على سابقتهم شيري هي هم مشاهير من مشاهير التيك توك ده موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وبيتم استخدامه في عرض فيديوهات ومقاطع في بعض الفتيات طبعا زي حنين حسام مثلا كانت تواصلت مع بعض الأشخاص في الخارج وفي الداخل واستخدمت يعني بعض الفيديوهات للتحريض على استقطاب بعض الفتيات في سن صغير واستخدامهم ايضا بانهم ينتجوا فيديوهات بهذا الشكل وهذا المحتوى الاباحي والذي يثير غرائز الرجال والشباب ومن ثم يحقق مشاهده عاليه والشركه المصممه هذه البرامج او هذه التطبيقات تحصل على مكاسب ايضا هي الاخرى من المشاهد حنين حسام كان مقترض اخلع سبيلها بعد التحقيق معها بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وده وفقا للقانون المصري طبعا بيعاقب عليه بعقوبة السجن تم إخلاء سبيلها ولكن النيابة العامة طبعا صاحبة الدعوة العمومية أعادت حبس المتهمة مرة أخرى بعد ظهور دليل على ارتكاب هذه الوقائع اللي عارف يا أستاذ إبراهيم أنا بجد يعني وبصراحة أنا بأحيي النائب العام الجليل المستشار حمادة الصاوي لأن يعني هو ليه تحية على الموقف اللي في الرسائل حتى التي يتناولها أنا لسه هقول ده الحقيقة إن هو خاطب الأسر وأولياء الأمور وحذر أكتر من مرة
وكمان انه يعني وصل بيه انه يعني نصب في مواقع التواصل الاجتماعي بانها الحد الرابع، وصفها بانها الحد الرابع، لانه تقريبا الحد الاول اللي هو البري والبحري والجوي، فالحد بقى الرابع اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هو طب ازاي تابعت ده واثره ازاي على المجتمع؟ هو طبعا في حاله ارتياح لدى خاصه رواد السوشيال ميديا اللي هم في الاساس موجودين مع هذه الشخصيات الموجوده في الفيديوهات الخادشه للحياه العام، فطبعا هناك ارتياح شديد وسط رواد التواصل الاجتماعي، لان النائب العام يقوم بالفعل بالتصدي لهذه الجرائم، خاصه وان النائب كمان زي ما بيقول ان هو في بيان طلب من مستخدمي تلك المواقع سواء من الشباب او البالغين انهم يسهموا بدورهم في معاونه اجهزه الضبط القضائي عندما يرى هذا مثل هذا الفيديو ان يقوم بالابلاغ عنه، وطبعا حتى تقوم الاجهزه المعنيه بضبط والتصدي لهذه الجرائم. فهناك طبعا رسائل واضحه للمجتمع من النيابه العامه، وهي طبعا النيابه العامه هي صاحبه الدعوه العموميه وهي الامينه على المجتمع المصري، فبالتالي كل الاجراءات التي تستخدمها في التصدي للجرائم خاصه الجرائم التي تثير يعني زي ما بقول غرائز الشباب. طبعا الشباب لسه صغير فبيتفرج على السوشيال ميديا فمش عارف ايه طبعا. هو فطبعا ده بيؤدي الى كارثه كبرى، ولذلك يعني هو هي الحقيقه فعلا كارثه يا استاذ ابراهيم. وانا الحقيقه عايزه اشكرك استاذ ابراهيم قاسم على كل المعلومات الحقيقه اللي امدتنا بيها، وبجدد الشكر والتحيه للنيابه العامه وكل رجال الشرفاء اللي في القضاء اللي بيحاربوا الظاهرة دي اللي احنا نفسنا انها يعني بصراحة خلاص ما تبقاش موجودة. يعني عيب ما يصحش مع كل اللي بيحصل في الدولة، وتكريم للمرأة المصرية، ودي احنا في احسن وقت بتكرم فيه المرأة المصرية، يحصل كده تطلع لنا شيري هانم ومطلعه بنتها بالمنظر ده؟ طب لما انت مطلعه بنتك وهي عندها 10 سنين ولا 11 سنه دلوقتي وعاملاها انها راقصه او على ما يبدو انها راقصه، امال بعد 5 سنين هتطلعيها ايه؟ هتعلميها ايه؟ في 100 علامه استفهام الحقيقه، انه ازاي ام انها ترضى وتوافق ان على بنتها انها تبقى بالشكل ده وبالمنظر ده. هنروح بقى يا جماعة لموضوع فتحناه امبارح. امبارح كنا عرضنا فيديو مأساوي عن استهتار بقى شخص كان ما هو يا جماعة السوشيال ميديا مجننة الناس. السوشيال ميديا مجننة الناس. استهتار شخص كان بيستعرض على الطريق، بس ده حقيقة كان كوميدي شوية، على الطريق السريع وهو سايق موتوسيكل اتعرف باسم أبو عيد. تعالوا أفكركم الأول بجزء من اللي عرضناه في حلقة امبارح ونرجع نكمل القصة. سنوات هاي ارفع على النت دار ازاي يا اخوي مش ازاي سنة ايوه هو ده بقى. شفتوا مشهد النهايه يا جماعه؟ هو ده بقى، دي اهم حاجه انا عايزاكم تشوفوها النهارده. اهو ابو عيد اهو. انا ما اعرفش هو طلع ازاي ولا اصلا دخل ازاي ولا ايه اللي حصل له، والله يا جماعه انا بجد ما اعرفش هو عايش ولا مش عايش ولا بعد الشر حصل له ايه يعني. النهارده بقى الحاجه ابو عيد بعت لنا مقطع فيديو، تعالوا نسمعه ونرجع نكمل. انا ابراهيم ابو عيد، الحمد لله رب العالمين بخير وبسلامه وبصحه جيده، احمد الله واشكر فضله وربنا هو المستعان. ومتشكرين جدا للفضول بسمع الاهتمام كبيرنا وعلى الناس اللي من حالاتي يعني والطبقه التعبانه اللي زي حالاتي بتحسسني لسه في خير والدنيا بخير والامان موجود يا فندم. وانا الحمد لله بصحه جيده وبخير جدا وملتزم لي لدعوات الناس الطيبه من فضل ربنا سبحانه الله وتعالى انينه عليكم، واتمنى من الله يعني ربنا يعديها على خير.
طيب احنا معانا ابو عيد على التليفون معانا يا جماعه. الو. السلام عليكم. الو يا ابو عيد. ايوه ايوه يا دكتوره. ايوه يا دكتوره. علوا لنا يا جماعه الصوت شويه. السلام عليكم يا ابو عيد. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ مبسوط. انت غامرت وراكب على الموتوسيكل وعامل اكروبات وعرضت يعني حياتك للخطر، والحمد لله اهم حاجه النهارده ان انت بصحه، والحمد لله بعد الشر ما حصلكش حاجه. بس احكي لي بقى ايه اللي انا شفته ده؟ ايه اللي انا شفته ده يا ابو عيد؟ والله يا فندم انت سامعاني حضرتك الاول؟ سامعاك. ممكن يا فندم انا مش عارف احسبها اصلا، لان انا ندمان ان زعلان من نفسي خالص، حاسس بكله. انا زعلان خالص واتمنى ان ما فيش حد يشوفني يعمل زيي. ليه ندمان؟ طيب انت كنت مبسوط وبعدين بقيت ندمان. ندمان ليه؟ ندمان عشان الفيديو ده يا فندم، الفيديو ده قديم مش قريب، ده الفيديو دوت من حوالي 10 شهور تقريبا، كان ايام الحفله اللي كانت في الاسماعيليه. واديك اهو حظك انه مش انت كان نفسك ينزل وتشهر، اديك اتشهرت اهو يا ابو عيد. لا يا فندم انا كنت طالع فرحان من الحفله، ان المصريين يعني ناس عملوا حاجه حلوه، والاولاد قالوا اتصور قلت اتصور، ولعبنا شويه بالمكن، ولكن القدر ينزل. يعني انت كنت بتلعب بالمكنه يا ابو عيد؟ يعني ممكن ما ينفعش الكلام الانسان يكذب، لان الواضح مش واضح يا فندم، وكل شيء واضح. انت متعود يا بعيد انك تعمل كده؟ يعني انت محترف في الحركه دي انك تقعد كده والمكنه ماشيه بيك؟ حوالي 15 سنه يا فندم. حوالي 15 سنه. ما شاء الله نمسك الخشب. دي حقيقه يا فندم، وكان في ناس طالعه من الشرطه بتاعت اسماعيليه يوم المنتخب المصري وصوروني وانا شايل العلم بتاع مصر وماشي الله عليك. عندك كم سنة يا أبو عيد؟ عندي 50 سنة. الله يديك الصحة يا أبو عيد. ربنا يبارك فيك يا فندم، وما تحرمش من السؤال اللي برضه حضرتك، الواحد بيحس إن هو لسه في بلده ووسط وطنه وفي حد بيسأل عليه برضه وفي ناس. الله يخليك. يعني معلش أنا آسف والله. أنت متجوز يا أبو عيد؟ والله ما فيش نصيب يا فندم، وبتمنى من الله. أمال مين أبو عيد؟ أمال مين أبو عيد ده؟ مين عيد؟ عيد ده كان واحد يعني ولد صغير كده، كان ابوه له ظروف وانا قعدت معاه شويه، فالناس قالوا ده مين؟ قلت ابني، وعشان ابعد الناس عن امه يعني وكده، فطلعت عليا بعيد ما قالها 30 سنه 35 سنه. والله انت راجل جدع وانت راجل جميل، والله يبارك لك، بس مش عايزينك بقى تخاطر بحياتك تاني، واديك اهو اتشهرت واحنا وصلنا لك، وكان عندك كسور في رجليك مش كده؟ الف سلامه عليك. الله يسلمك. الحمد لله. ايوه كان عندي كسور في رجليا، والحمد لله ربنا استجاب لدعاء الناس الطيبه برضه، وربنا يبارك في اخواتي عاملين اللازم وزياده. طيب ابو عيد مش هنعمل كده تاني. لا مش هيحصل يا فندم خلاص، واتمنى ابو عيد ما حدش يعمل كده، واتمنى ما حدش يعمل كده. انا ندمان. خلاص انا بحييك على رسالتك دي يا ابو عيد، وبشكرك جدا. الف شكر يا ابو عيد. طيب خلينا بقى نروح يا جماعة لتقرير مهم جدا. فيروس كورونا بيصيب الكل مش بيفرق. يمكن ناس كتير ما فكرتش في أصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، ولو لا قدر الله أصيبوا بالفيروس إزاي توصل لهم المعلومات وإزاي يوصلوا شكواهم. الحقيقة أن وزارة الاتصالات عملت كده وأنشأت أول مركز تقني لخدمات ذوي الإعاقة. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. معاناة بيعيشها أصحاب القدرات الخاصة مع أزمة فيروس كورونا، وهي في صعوبة التواصل والتعبير مع الأطباء لتلقي الإرشادات الصحية. علشان كده ابتكرت وزارة الاتصالات تطبيق واصل علشان يساعدهم في تشخيص الحالة ومعرفة مدى إصابتهم بفيروس كوفيد-19. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وده من ساعة ما أطلقت الاستراتيجية الخاصة بتاعتها في 2012 لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات. في هذا الإطار أطلقنا عدد من الخدمات المختلفة، وأخرهم المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة،
الحلقه اللي احنا بنتكلم بصدد النهارده. التطبيق واصل ده اوريدي هو الخاص بالمركز اللي انا بقول عليه مركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الاعاقه، وده تم اطلاقه في ديسمبر 2019. ده مبادره سيا اطلقها الرئيس في معرض ومؤتمر القاهره للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزي ما قلت احنا ابتدينا بالثلاث خدمات الاساسيه دول، وزودنا عليهم بعد ظهور فيروس كورونا المستجد خدمه الرد على استفسارات فيروس كورونا. غرفة مجهزة تقنياً وإلكترونياً بتتلقى الاستغاثات عن طريق الفيديو كول من خلال تطبيق واصل، وبمجرد ما بيتم تلقي الاتصال من الشخص الأصم بيتم التعامل معاه بلغة الإشارة، وده بيحل جزء كبير من المشكلة في التواصل مع المجتمع وخاصة الجهات والمؤسسات الحكومية. المترجمين هنا مترجمين معتمدين وعلى مستوى عالي من الإجادة لغة الإشارة، وفكرة الاعتماد على أنه يكون الشخص ذوي الاحتياج الخاص وذوي الهمة متواصل بشكل تلقائي مع مقدم الخدمة اللي هو مترجم، بيمكنه أكتر من أنه هو يبقى عنده بناء ثقة وأنه يحس أنه هو فرد في المجتمع متمكن من ممارسة حقوقه، وأنه هو بيكون قادر على التواصل مع كافة فئات المجتمع. خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا بتعمل للحد من انتشاره ومساندة ودعم خطة الدولة، وده بيتم باستخدام تكنولوجيا متطورة بتعمل على دمج أصحاب الهمم مع باقي المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين والتغلب على خوفهم وقلقهم من الفيروس. عشر أيام تفصلنا دلوقتي عن ماراثون الثانوية العامة اللي الرعب فيها الحقيقة تضاعف السنة دي بسبب طبعا فيروس كورونا. احنا في البرنامج قلنا نقدم مجموعة من النصايح لطلاب ولادنا طلاب الثانوية العامة ممكن تفيدهم في ظل الظروف الاستثنائية اللي كلنا عايشين فيها. تعالوا نشوف النصايح دي وأرجو من ولادنا الطلبة يشوفوها ونرجع تاني. إرشادات لطلاب الثانوية العامة: ارتدي الكمامة عند التحرك واحتفظ بزجاجة كحول، تحرك في وقت مناسب وابتعد عن الزحام، اذهب إلى اللجنة سيرا على الأقدام إذا كنت قريبا، تجنبا لأي عارض وقبل الامتحان ابتعد عن التجمع، لا تستخدم أدوات الغير وامتلك أدواتك الخاصة، احرص على غسل اليدين باستمرار، لا تلمس الوجه ولا الكمامة ولا الأسطح، احرص على شرب السوائل الدافئة وابتعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، احصل على وقت كافي للاسترخاء والنوم من 6 إلى 8 ساعات يومياً وليلاً، لا تكثر من المنبهات كالشاي والقهوة. مشاهدينا النهاردة الحقيقة فقدنا الفنان الجميل والراقي محمود مسعود اللي توفى عن 68 عام بعد هبوط حاد في الدورة الدموية. الفنان الراحل شارك في مئات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وتاريخه الفني، وكانت آخر مشاركة له في مسلسل لآخر نفس. رحم الله الفنان الجميل. كمان عايزين قبل ما أطلع لفاصل، أنا حابة أعزي أسرة ومحبي الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق واللي توفي أمس عن عمر 43 عام بعد إصابته بفيروس كورونا. الراحل كان يتمتع بمسيرة طيبة على المستويين المهني والإنساني. ناس كتير جدا حزينة الحقيقة من امبارح وشاركوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم العزاء ونشروا صور الفقيد الشاب. رحم الله محسن عادل وكل شهداء فيروس كورونا. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لآخر فقرة في حلقتنا وأهم فقرة في حلقتنا عن أزمة المعادلة الأمريكية أو الدبلومة الأمريكية. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية.
عايزة أقول أنه خلال الأيام اللي فاتت جات لي الحقيقة، مش عايزة أقول شكاوى، لأن شكاوى دي بتبقى تعتبر كلمة يعني صغيرة، شكاوى كبيرة جدا وكتيرة جدا على صفحتي الشخصية في فيسبوك اللي هي المختصة بصفحة البرنامج كل يوم، من طلبة وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية اللي عددهم يتعدى تقريبا إن لم أكن مخطئة 60,000 طالب. الشكاوى كانت بسبب إلغاء امتحاناتهم، وده معناه إنه مجهود سنة بيضيع وفلوس كتير بتروح على الأرض. يعني تخيلوا الضغط النفسي اللي الطلبة بيعانوا منه طول السنة في المذاكرة عشان يخلصوا، وفجأة يجي لهم إيميل يقول لهم الامتحان اتلغى. وتخيلوا أولياء الأمور اللي بيحلموا بقى إنه ولادهم يدخلوا الجامعة، حلمهم اتبخر بإيميل من الشركة الأجنبية المسؤولة. طبعا عشان الصورة تبقى كاملة قدام المشاهدين لازم نقول انه سبب الغاء امتحان اكتوبر كان بسبب انه تسريب تقريبا الامتحان او الغش، وان الشركة تأكدت من تسريب الامتحان حسب الايميل اللي اتبعت. الغاء الامتحان ترتب عليه ان الطلبة مش هيلحقوا تنسيق الجامعات السنة الجاية، وطبعا حصل انه اتلغى مرتين تانيين او ثلاث مرات بسبب كورونا، وكمان الناس اللي كانوا عاملين حسابهم يقدموا في منح خارجية ضاعت عليهم الفرصة. ودي أزمة كبيرة بتعيشها آلاف الأسر المصرية اللي طرقت أبواب كتير في وزارة التعليم عشان ما تضيعش عليهم السنة. النهاردة هنناقش أزمة الدبلومة الأمريكية، يمكن نلاقي حل وأتمنى، وهيكون معانا سيادة النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. برحب بيك يا سيادة النائب. متشكر جدا، ألف شكر. ومعانا الأستاذة فاطمة اللي هي يعني متبنية، أستاذة فاطمة الرشيدي، أكبر جروب في الشرق الأوسط والمتحدثة باسم أولياء الأمور والطلبة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك دكتور. ومعانا كمان الطالب بدبلومة الأمريكية محمد بهنس. أهلا بك يا محمد وبرحب بيك. أهلا بحضرتك أستاذة فاطمة. احنا عايزين نشرح بقى للناس كده بالراحة وباختصار عشان ندخل في لب الموضوع. ايه هي الدبلومة الأمريكية؟ الدبلومة الأمريكية هي شهادة موازية للثانوية العامة المصرية. بتختلف عنها ان الامتحان بيجي من الجهة خارجية من امريكا اسمها كوليدج بورد. السكور بتاعنا بيتوزع ما بين جزء الجي بي اي للمدارس، والشرط ان تكون المدارس بتاعتنا معتمدة ومعتمدة يعني لجهة معترف بيها في مصر. جي بي اي دي اللي هي 40% جي بي اي المدرسة بقى اللي في مصر اللي هم بيروحوها. أيوة. وبيبقوا فيها بياخدوا 40%. في اتنين سيكشن تانيين، سات 1 بيمثل 69% من التوتال سكور اللي هو المجموع الاعتباري كله للشهاده، وفي سات 2 بيمثل 15%. اللي بيجمعنا بالثانويه العامه المصريه ان احنا كلنا بنخضع لقواعد القبول اللي بيحددها المجلس الاعلى للجامعات، وبنخضع لتنسيق واحد بس، بيختلف طبعا في المراحل بتاعه. يعني احنا الثانويه العامه بتدخل في مرحله اولى مرحله ثانيه، احنا بنتنسق معاهم في المرحله الثالثه، لنا قواعد قبول مختلفه عن قواعد الثانويه العامه المصريه. لنا حد ادنى في الالتحاق بالتنسيق الحكومي مختلف عن الثانوية العامة. الثانوية العامة بالحد الأدنى ليهم 50%، احنا الحد الأدنى لينا القانوني اللي المفروض المجلس الأعلى يدهولنا المفروض 60%، وللأسف بيحاسبونا على الحد الأدنى 65.6 بسبب اختلاف الامتحان، واحنا ما لناش ذنب فيه. يعني الامتحان احنا ما يتمش الربط ما بين النسبة اللي المفروض القاعدة اللي المجلس الأعلى بيحسب لنا السكور عليها، وما بين ان الامتحان يتغير او ما يتغيرش. طب انا عايز اسال سؤال، هل لجوء الطالب لهذه المعادله انه ده بيأثر في الوقت وبيخليه يقفز اكتر، انه يعني ما يضيعش الوقت؟ يعني هل مثلا السنتين ممكن تبقى في سنه، ولا ده ملوش علاقه؟ لا، هو الالتحاق بالدبلومة الأمريكية كان لغاية سنتين فاتوا، لغاية 2000
2000 من لسنتين فاتوا كان شرط الالتحاق بالدبلومه لازم من جريد 10، يعني يقضي الطالب 3 سنين في الدبلومه الامريكيه. من سنتين نزل قرار من المجلس الاعلى للجامعات بيتيح للطالب ان هو يلتحق بالدبلومه الامريكيه من جريد 11 او من جريد 12، يعني ممكن طالب يدخل الدبلومه الامريكيه من جريد 11 او ممكن يدخل الدبلومه الامريكيه من جريد 12. فبالتالي انا يعني اتسمح للطالب ان هو من جريد 12 يبقى هيخضع لكل قواعد القبول، بس اللي بيكون فيه بقى ضغط للمواد. التليفون حضرتك بيكون في ضغط للمواد، يعني احنا عندنا 8 مواد جي بي اي اللي هو ممكن تتوزع الثمان مواد دول على جريد 10 11 12 وممكن تتوزع على جريد 11 و12 وممكن الطالب ياخدهم في جريد 12 بس. يبقى اللي هو بيلتحق بالدبلومه من جريد 12 بيكون زي يعني مكثف بالنسبه له يعني، ومش كل المدارس بتسمح بكده، يعني في مدارس حسب الاعتماد بتاعها تكون بتدي الثمان مواد في جريد 12 او بتديهم في 11 و12 او بتوزعهم ما بين 10 11 12. تمام. طيب انا بقى هروح لمحمد. محمد انت طالب في الدبلومه الامريكيه، احكي لنا عن تجربتك اولا، انت في انهي مرحله وايه مشكلتك ازمتك ايه علشان بقى سياده النائب يرد ونتكلم معاه ونتشاور. انا في جريد 12، المشكله مثلا ان انا عايز مثلا اخش دلوقتي طب. معلش، جريد 12 اول سنه ولا انت دخلت امريكان دبلومه من جريد 12 ولا كان 10 11 12؟ لا انا داخل من جريد 10. من جريد 10؟ يعني كان عندك 12 محاوله، خلينا بس عشان الناس تعرف. صح. 12 محاوله، كل محاوله اربع، كل سنه اربع محاولات. ف 10 4 11 4 12 4. طب يعني النائب نسمع نسمع الموضوع وهنعلق وهدي لحضرتك الفرصه ترد. اتفضل. انا عايز ادخل دلوقتي كليه الطب، بس اللي هي الحد الادنى بتاعها 118 تقريبا على حسب تنسيق 2018. يعني انت عايز تقول ان محاولاتك دي علشان انت في هدف معين قدامك انك انت تلتحق بكليه الطب. تمام. اتفضل كمل. انا عايز ادخل كليه الطب دلوقتي والحد الادنى 118. 118 دي مثلا محتاجه سكور بيخش في ال 1500 سات 1 مثلا، وبرده 1400 و 1500 سات. انا متهيألي ال 1500 دي ثابته مش كده؟ 1500 دي 1500. لا هي حسب المتقدمين يعني حسب السكورات اللي بتتقدم لمكتب التنسيق بيتم بناء عليها تنسيق الكليات يعني. ايوه، ما انا قصدي ده الرقم اللي بيتم منه التنسيق للكليات. لا بتحتسب يعني ممكن ده الحد الادنى؟ لا هو الطالب يعني معلش انا الموضوع بالنسبه لي يعني انا ما مرتش بيه قبل كده. بس عايزه ابسط الامور حتى لانه الساده المشاهدين اللي مش فاهمين يفهموا معانا. عشان يجيب ال 118% اللي يعادل تنسيق التنسيق بتاع الجامعه بتاع الثانويه العامه الحكوميه عايز يجيب 118%. عشان يجيب 118% السكور بتاعه سات 1 يبقى حوالي 1500. ايوه. وسات 2 يبقى كمان 1500 1450. تمام. من الدرجه لحد الدرجه النهائيه. طيب نرجع لمحمد. تمام. وهو الطالب المتضرر من هذه الازمه. اتفضل يا محمد كمل. انا دلوقتي جيت في يعني اخر ترايل كانت محسوبه للناس كلها في مصر اللي هي كانت ترايل ديسمبر، جبت 1300 سات 1 اللي هو برضه سكور كويس بالنسبه للناس امثالي اللي بره مصر، واللي في مصر برضه ده كويس جدا. لكن برضو انا ستيل بعيد عن ان انا اخش مثلا جامعه حكومه. طيب انا دلوقتي ناس كلها او اغلبيه الطلاب في الامريكان بيجوا في اخر سنه يعني شبه بيشدوا او بيفوقوا لنفسهم، بيشدوا بقى نفسهم في الترايلز، فاغلبيه السكورز اللي بيدخلوا بيها الجامعه بتيجي في جريد 12. يعني المحاولات اللي بيدخلوها في جريد 12 دايما هي اللي بتجيب سكور اكتر بسبب ان هم بس مجرد بيشدوا على نفسهم او ايا كان سبب. كل واحد طبعا بالظبط كل واحد يعني برضه لظروفه. تمام. انا بالنسبه لي انا بادئ من بدري، بس اخر فتره اللي هي اللي فيها كذا محاوله اتكنسلت بسبب التسريبات انا ما قدرتش ان انا حتى احاول اوصل للسكور اللي هو 1500. طبعا 1500 دي حاجه صعبه جدا. بره اصلا انت كنت من الناس اللي اتلغى لهم برضه علشان الكورونا؟
عشان كورونا وغير طبعا مشاكل التسريبات. طبعا. طيب سياده النائب بقى انا عايزه اقول انه احنا قدام ازمه، فاحنا جات لنا شكاوى كتير، الطلاب بيواجهوا مصير مجهول. انا مش بقول النهارده انا مش عامله الحاله، عشان انا بقول انه الزاما على مثلا والوزاره ان هي تحل الازمه، ولكن انا دوري في الاعلام ان انا اطرح الموضوع واعرضه واقول انه الناس دي هي مجرد انها طمعانه في كرم الوزاره، في كرم وزاره التعليم العالي، في وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، كعادة مصر دايما ان هي ما تتخلاش عن ولادها. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكرك لانك انت مسيتي موضوع مهم جدا برضو بيتعرض له عدد كبير او قطاع عريض من ولادنا. حقيقي ان الدولة المصرية ما لهاش ذنب في الموضوع ده، زي ما قلنا دلوقتي. اللي ايه ليه بقى؟ لان اي ولي امر او اي طالب بي بي بيختار نوع معين من التعليم اللي هو خارج البرواز بتاع الدولة. أي. التعليم الحكومي يعني انتقل للتعليم الدولي، فهو لا يخضع للدولة المصرية أو الريجوليشن والتعليمات أو الرولز بتاع الدولة المصرية، بل بيخضع للجهة، بس يخضع بقى للتنسيق الجامعي. ده لسه ما وصلناش للتنسيق. تمام، اتفضل. خلال طبعا في النوع الامريكاني، في النوع البريطاني، الكندي، الفرنسي، الالماني، الانجليزي، مجموعه شهادات دوليه بتمنح من شركات خارجيه هي اللي بتتولى، بتبقى فوكال بوينت او نقطه تحديد الامتحان، وتبعتها لمدارس موجوده هنا في مصر. وبعدين عايز اقول المدارس دي برضو قطاع كبير جدا جدا، احيانا بتبقى مدارس ما فيهاش مدرسين كواليفايد وما فيهاش، بس بتروح تتعاقد مع الشركه دي في مصر وتتفق معاها ان هي عندها مدرسه وتعليم، ويدوا لها حق ان هي تاخد طلبه على الورق وتديهم شهادات. ولكن هل هي بتقدم فعلا الوجبه الحقيقيه للطلبه دول؟ هل عندها مدرسين يغطوا الولاد دول؟ لا، الولاد بياخدوا بيسجلوا اساميهم ويعانوا بقى يا عيني، بيمشوا طبعا مشوار. الولاد شطار وكويسين وبيذاكروا، بيديله مجهود غير عادي، علشان في الاخر هو عايز يعمل ايه؟ زي ما ابننا يوصل لطموحه، عايز يوصل لاحد كليات القمه. تمام. فالمهم ده طموح مشروع وده طريق. بس انا بقول ايه بعد كده بيعمل ايه؟ بيكمل جريد 10 11 12 بعد كده. معلش يا جماعه لحظه، لانه بمناسبه الطموح بيقولوا لي في حاله تانية على التليفون، فمعلش بس ننتظر ثانيه يخلص سياده النائب وناخدها بتاعه الطموح يا معوض. حاضر، بس دقيقه واحده. طيب اتفضل. فالولاد بيجي بعد كده ناخد 5% ها من عدد الطلبه دول كلهم يرشحوا لاماكن في الجامعات الحكوميه. لكن هو من حقهم الاولاد دول ممكن يخشوا اي جامعه خاصه، طب وهندسه وكليات القمه. فاحنا بنتكلم على 5% فقط لا غير. الاولاد دول عارفين ال 5% ان هم ليهم 5% من المقاعد في الجامعات، لكل الشهادات الدوليه المعادله. الشهادات الدوليه بالظبط. مش الامريكان بس، كل الشهادات بتخش تتزاحم في الايه؟ في ال 5%. فهنا بقى زي ما قال ابننا، المجموع بيعلى في كومبيتيشن، في منافسه شديده جدا جدا جوه ال 5% دي. طبعا وصلنا لمرحله ان كان الاول 100%، فكان في مشاكل في ال 100% كلها على امتحان السات وتسريباته ومشاكله، فوصلنا الى 40% جي بي اي من الانشطه والاكتيفيتيز اللي بيعملها داخل المدرسه. أيه. و 60% على وال 40% الجي بي اي دي متاخده خلاص موجوده؟ لا 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 لا، هي دي بقى احنا عملنا ايه؟ طيب. طبعا الكلام ده لما بيلغي الكوليدج بورد، هو اللي بيلغي من هناك، احنا مالناش دعوه بيه. وبيلغي امتى؟ لو لقى في تسريبات. واحيانا ان الدوله المصريه تحس بالتسريبات فتبلغ الكوليدج بورد، الكوليدج بورد طبعا في ريزيستنس موجوده لغايه لما بيتاكد، بيلغي للدوله اللي فيها تسريبات. حصل اللي هي اكتوبر اللي فات. أيوة. حصل في تسريبات
وللاسف هو اتلغى للمصريين بس هنا للناس اللي في مصر، لكن لم يلغى لباقي الدول التانية. واتلغت كمان بسبب الكورونا بعد كده تقريباً. بعد كده في محاوله في ماي في أيوة. في ديسمبر. لا لا لا، في محاوله في مارش وماي. مارش وماي اتلغوا علشان برضو العواصف الترابيه، وبعد كده جت يعني الكورونا. يعني 4 مرات، مره كان تسريب الامتحانات، وثلاث مرات تمام. بسبب الكورونا. طبعا طبعا احنا عارفين العاصفه اللي هو اللي هي بيعيشها اولادنا اللي في هذا النوع من التعليم الدولي، فهو اسقط في يد الدوله المصريه، ولن نترك اولادنا تضيع. وبناء عليه حلو جدا. احنا برضه عنينا عليهم. ووزير التعليم الراجل مشكورا، ودكتور خالد طارق شوي والدكتور خالد عبد الغفار الاثنين طبعا. الناس دي فعلا بتبذل جهد علشان برضه اولادنا ما تترميش في مهب الريح كده، رغم انهم اولاد بذلوا جهد وعملوا شغل وجابوا مجاميع كويسه جدا. ولكن اللي انتهينا اليه، فانا بطمن الاولاد، بنقول ان احنا عشان هذه المشكله ومشكله السات، فاحنا قلنا ان هنعمل ان شاء الله، هيتم اعتبار ال 100% اللي هي 124% من تمثل ال 40% على الانشطه اللي تقدم من المدارس. هذه كل مدرسه هتعمل طبعا اللي هي امتحاناتها، وتعمل وتقيم اداء الطالب من البحث وبعض الايفالويشن الاتندنس اللي هو الحضور ايوه والبحث اللي بيقدم في الاخر، تقدم لنا كشف بيعتمد من جهه الاعتماد أيوة. وبيقدم للجامعه المصريه وبناخد بيه علشان مصلحه الولاد. معلش انا كلام حضرتك مهم جدا، وعارفه انه مدام فاطمه هترد، بس احنا معانا ده مبسوطه مدام بتضحك. احنا التليفون اللي معانا مهم جدا اللي احنا قلناه، بس بعد ما سيادتك تخلص كلامك، فانا حابه انه احنا نسمع المداخله دي ونكمل أوكي. كلامنا أوكي. مدام جيهان احد اولياء الامور الطلاب والدبلومه الامريكيه، وبرحب بحضرتك يا فندم. مدام جيهان اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتوره، زي أهلاً. حضرتك اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي. ايه والله انا بتكلم او بنتك؟ انا مش لبش يعني مش شكوى ومش تظلم، بالعكس يعني انا بناشد رئيسنا حبيبنا وبناشد الوزير التعليم الخلوق التعليم العالي. يعني احنا عانينا معاناه غير طبيعيه مع الكوليدج بورد من تعنت مع المصريين بسبب التسريبات، واحنا اولادنا مش بتعرف تدخل محاوله وتتم محاوله ويتعمل لها ميك اب، محاوله ويتعمل لها الغاء. يعني انا ابني مثال، انا ابني في السنه اللي فاتت كان جريد 12 ايوه، اتلغى اتعمل ميك اب لمحاوله ثلاثه، وكان هو عنده اصابات وعنده مشكله ودخل المحاوله. معلش اصابات ايه؟ معلش حضرتك يعني مش فاهمه. اتفضلي. اصابات ايه يعني عشان نوضح؟ كان بس كان حصل ليه حادثه، يعني كان عمل حادثه كان واقع من ارتفاع عالي وحصل له مشكله كبيره جدا. فطبعا واحنا كان ثلاثة في شهر ثلاثة. طيب انا مدام جيهان هستاذنك علشان انا عايزه اسمعك كويس جدا، لان واضح انه موضوع احنا مضطرين نطلع فاصل، وهنكمل مع حضرتك اول ما ندخل بعد الفاصل ببقيه المكالمه، وهنتكلم طبعا مع الساده الضيوف. فانا بستاذنك وبستاذن ضيوفي ان احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا. فاصل ونعود. سادة مشاهدين، ورجعنا من جديد ونواصل حلقتنا، وبجد الترحيب بضيوفنا اللي منورينا. كنا قبل الفاصل معانا اتصال من مدام جيهان، واحب ان احنا نستكمل الموضوع منها. الو مساء الخير مدام جيهان، حضرتك معانا؟ ايوه معاكم. مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. فبقول لحضرتك هو جه في وقت شهر ثلاثة، وكانت الفتره كلها الغاءات ومشاكل كتير مع الكوليدج بورد بسبب التسريبات اللي ملهاش حدود. تمام. فهو كان واقع من ارتفاع وكان عنده كسور وعنده اصابات غير طبيعيه، كسور في الترقوه وفي الجمجمه وشرخ وبعدين دخلنا شهر مايو نمتحن اللي هو اخر ترايل لينا في 12. ايوه دخلنا امتحنا، الولد عالي في الماس، فالسكور بتاعه اتحسن.
وفوجئت ان الكوليدج بورد من ضمن الالغاءات لغته وقالت ان هو عالي وهم قلقانين من الارتفاع، برغم ان الارتفاع مش عادي، يعني ارتفاع عادي جدا، الولد ارتفع 130 قلقانين ان هو جاب درجات كويسه ولا حاجه. طيب وبعدين لغوا المحاولة بتاعته طبعا، فإحنا الولد هو عنده طموح معين. هو دخل هندسة أكاديمية لأن هو مجموعه 84%. لكن هو عنده طموح إن هو يدخل كلية الشرطة. كلية الشرطة كلية يعني الشرطة. هو في هندسة معلش يا فندم، يعني هو في هندسة وطموحه إن هو عايز شرطة مش عايز الهندسة؟ هو طموح، هو ده يعني طول عمره هو ده امله ان هو يبقى ضابط شرطه، هي دي امنيته من هو بيبي صغير. فوجئت ان كليه الشرطه بتاخد الثانويه العامه من 65%. ايوه توتال مجموع ابني 84%. مش قادر، مش هينفع يدخل عشان عاملين 890. طب ما هو يا جماعه 890 معلش، مين اللي عايز 890؟ التنسيق المجلس الأعلى للجامعات عامل 890 للكلية الشرطة. كلية الشرطة دي طب معلش حضرتك ترد عليها. تحبي تكملي الأول؟ هو أنا بس بناشد يعني بناشد الأب وزير الداخلية إن هو يعني ده الولد جايب 84%، طالب في هندسة. ليه سكور السات بتاعه سات 1200، يعني الولد ولد شاطر، جي بي اي بتاعه حلو. الولد السات 1 كان عنده مشكلة. يعني عاد الامتحان تاني؟ هو احنا جينا نعيد تاني. لا هو مش عاد، احنا في شهر 5 هم عملوا كان يعني كنسلوا السكور، فبعد كده هو مصر على الشرطة، فاحنا كده جريد 13 هو دخل هندسة. عشان ندخل جريد 13 معاكي سيادة النائب، سيادة النائب حقيقي معلش هو عايز يستوضح بعض الامور. يا فندم بعد اذنك دلوقتي، طبعا كليه الشرطه دي كليه عسكريه زي الكليه الفنيه العسكريه زي الكليه الحربيه، لهم مكتب تنسيق مختلف، ولكن الكليات العسكريه لها مكتب تنسيق وكليه الشرطه لها مكتب تنسيق. الحد الادنى عشان يقدم في كليه الشرطه 65%، حضرتك بتقولي هو 84%، اذا عدى ال 65%. لكن كليه الشرطه معلش خلينا اكمل، كليه الشرطه الموضوع مش موضوع مجموعه بس، المجموع ده بيسموه نيسيسري بات نوت سفيشنت، هو مطلوب يعدي ال 65 لكن بيخضع لامتحانات لياقه بدنيه وكشف طبي كامل وكشف هيئه كامل. طبعا. هو ده اللي بيبقى الاساس في قبوله لكليه الشرطه. دي المعايير. دي المعايير الاساسيه، واذا هو عدى المجموع او كان جايب 90% ولم يحقق الكشف الرياضي والكشف الطبي وكشف الهيئه، طبعا لا يقبل في كليه الشرطه ولا يقبل في كليه عسكريه. وهو عملهم هو عمل. اوضح بس ان فهمت الحاله بتاعت مدام جيهان. ثواني بس هي مدام جيهان المشكله انا فهمتها دلوقتي. المشكله مش مشكله ان هو جايب 83%. الحد الادنى للتنسيق الحكومي، الحد الادنى للتنسيق الحكومي المفروض 1050 للكليات، والحد الادنى للمعاهد العليا 890. عشان اروح اقدم في شرطه او حربيه او اي كليه عسكريه لازم اسحب الملف واروح اعمل معادله للسكور في مكتب التنسيق. مكتب التنسيق لو السكور اقل من 890 اللي هو الحد الادنى للمعاهد الفنيه ما بيقبلش يعمل لي المعادله، فبالتالي ما اقدرش اقدم ما اقدرش اقدم. فهو سكوره اقل من ال 890، فبالتالي هيرفض مكتب التنسيق يعمل له المجموع الاعتباري او يعادل له السكور عشان يقدم بيه شرطه او فنيه عسكريه او اي كليه عسكريه. فهو كده لازم ده بقى من ضمن يعني الحد الادنى بقى اللي احنا بنطالب دكتور خالد عبد الغفار وهو اب لكل الطلاب ان هو اسوه بالثانويه العامه، الحد الادنى للثانويه العامه 50%، ينزل الحد الادنى لينا احنا في ظرف استثنائي قهري. يعني اذا يعني في مقوله بتقول يعني اذا كنا في الاستثناءات، نفهم الساده المشاهدين ولكل الناس اللي بتسمعنا ما هو ذلك الظرف الاستثنائي، حتى لو جائحه كورونا كل المقاييس كل يعني كل دول العالم عملت استثناءات. يعني عند الكوارث عند
عندي الحاجات الغير يعني عادية زي مثلا العالقين يعني لا تسألني بقى عن الشرعية هنا يعني في استثناءات. أنا عايز أقول حاجة لو سمحت، الكولج بورد أصدر قرار الشهر اللي فات ده إنه هيعمل امتحان خلال شهر أغسطس. طب ما هيكون التنسيق لا 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 لا, لا يعني قدام كليات شرطة موجودة قدامه لغاية بعد أغسطس كمان، فلو هو يقدر يعمل محاولة بتاعة أوجست يقدر أعتقد إن هو يكمل. وإيه يضمن لنا سيادة اللواء إن المحاولة ما أمريكا ما تلغيهاش؟ ممكن أمريكا تلغيها؟ طيب ظروف أمريكا صعبة جدا، دي مش مشكلتنا. أنت داخلة السات وعارفة إنك أنت تحت النظام الأمريكي تمام ولا لا؟ طيب الطالب اللي ما حققش سكور والجال اي عذر استثنائي، ظروف الجائحه دي عالميا ودوليا واحنا في مصر قلنا لا خلاص احنا عشان لا ما احنا يعني عشان ولادنا لو سمحت أيوة. عشان ولادنا احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نغطي الولاد دول ان شاء الله اللي هم احنا هي مشكله فرضت على الدول المصريه، لكن احنا برضو عشان ولادنا ما يضيعوش فاحنا قلنا ايه لا احنا هنعمل 1 2 3 الكلام اللي انا قلت هي مقترحات وزير معالي وزير التربيه والتعليم. وبعدين بالنسبه بقى للحاله انا بتكلم معلش الحاله دي ودي مهمه جدا جيهان. خلاص ما عادش في وقت خلاص اللي عدى عدى. النهارده يا مدام جيهان في محاوله لابننا العزيز ان هو يكمل الحد الادنى للقبول بالمعاهد العليا والكليات اللي هي 890 أيوة. في محاولة ممكن يعملها في شهر أغسطس جاست ان هو عدى من شهر أغسطس في المحاولة دي يبقى يقدر يقدم في كليات. طب لو ما عداش لو ما تمتش المحاولة يبقى هو بقى مش شاطر. الله لا لا لو معلش مدام جيهان ترد معلش مدام جيهان ترد اتفضلي مدام جيهان. هو انا عايزة اقول لحضرتك هي محاولة واحدة من 4 ضاعوا من الولد مش هتعوض ومش هيقدر يعمل يعلي السكور فيها. ده السات وان ده حاجه محتاجه مهاره لو تمت يعني اصلا فعلا كمان. محتاجه مهاره وبعدين هي مش وارد انها تتم ولو تمت وارد انها تتلغي بسبب التسريبات وارد جدا. احنا كل محاوله بتتلغي بسبب التسريبات. احنا اولادنا مش بيدخلوا محاولات اصلا كل محاوله بتتلغي فبالتالي مش احنا اللي بنلغي مش احنا اللي بنلغي ما اللي بيلغي كل جبور احنا في امريكا احنا اولادكم. طيب مدام جيهان بنشكرك جدا ووصلت الرساله. احنا هنا بنوصل صوت الناس كلها. معنا تليفون اخر معنا الاستاذ حاتم الو ولي امر احد الطلاب الو بالدبلومه الامريكيه طبعا. مساء النور اهلا وسهلا استاذ حاتم مشكلتك سريعا باجازه عشان وقت البرنامج يا فندم اتفضل. اجازه سريع هم مطلوبين يا فندم تنفيذ قرارات السيد معالي وزير التعليم باحتساب نتيجه الجي بي اي مع وضع الاليات التنفيذ من وزاره التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات بما لا يؤثر على الولاد اللي خدوا السات. رقم 2 تخفيض الحد الادنى للقبول بالجامعات للولاد اللي اوريدي امتحنوا واسكورهم ضعيف وما لحقوش محاولات. واحب اوضح حاجه لمعالي النائب كده في عجاله. اولا هم مش 12 محاوله هم 8 محاولات اللي هم بتوع جريد 11 و12 فقط وبيحسب اخر 6 محاولات. طبعا الولاد وفي ولاد كتير وانا ابني من ضمنهم كان ماجل لحد اخر 3 محاولات لان 3 محاولات دي كتير ما كناش نعرف ان هيبقى فيه كورونا ما كناش هنعرف ان يبقى فيه تسريب. انا ابني كل امله انا ضابط قوات مسلحه كل عمله انه يخش كليه عسكريه، انا عايز الجي بي ايه يتكتب له فيها في الافاده من المجلس الاعلى انه يقبل في الكليات النظريه والعمليه. ده كل مطلبي عشان يبقى في فرصه لاولادنا ان هم ما تضيعش عليهم سنه والاستنزاف الفلوس بتاعه العام الدراسي الكامل على مدار سنه يبقى انا كل مطلبي احتساب الجي بي ايه وتخفيض الحد الادنى للقبول. طيب وانا بشكر انا معلش يا فندم اخر حاجه انا بشكر طبعا معالي وزير التربيه والتعليم هو اصدر القرار واحنا في انتظار اليات التنفيذ بتاعته بما لا يضر الطلاب اللي حاصلين على السات وانا شكرا استاذ حاتم معلش بعتذر عشان الوقت. معانا الاستاذ محمود الو ولي امر برضو سريعا استاذ محمود اتفضل يا فندم. انا حضرتك يعني وصفت المشاكل كلها احنا بندور على حلول دلوقتي بالظبط. انا من الناس اللي بتحلل جداول التنسيق يعني التنسيق بتاعنا بينزل في جداول اكسل شيت كل سنه ببقى عارف نتيجه التنسيق قبل ما يعلنها مكتب التنسيق. نص عدد الطلبه الامريكان تحت ال 1050 اللي هو تحت الحد الادنى
لنا 12,000 مكان في الجامعات الحكومية ما بنستفادش منهم غير ب 2000 مكان، وال 10,000 مكان بيفضلوا فاضيين. ايه المانع ان انا انزل الحد الادنى ب 800 سات 1 و 800 سات 2 واستفيد بالاماكن الفاضيه دي؟ انا مش هطلب حاجه زياده، انا مش طالب استثناء، انا عندي 10,000 مكان فاضيين كل سنه، ومكتب التنسيق عارف الكلام ده، والوزير عارف الكلام ده، والوزير راجل متفاهم جدا. طيب حضرتك احنا ننزل الحد الادنى ل 800 و 800 بحيث ان هو هنحل مشكله 90% من الناس اللي عندها مشكله دلوقتي. تمام. ال 10% ممكن انا احلها لهم بالجي بي اي اعمله 80%، ما ينفعش اجي على 40% اعملها 100%. انا سكوري من 124 والجي بي اي 40، ازاي اخلي ال 40 100؟ ممكن اخليها 80 بحيث ان انا ما اضرش طالب جي بي اي 35 ومعاه سات 1. دي كل الحلول اللي حضرتك انت بتقترحها. تمام طبعا، ده حلول اصلا يعني واقعيه جدا. سياده النائب، هل حضرتك لديك رد للاستاذ محمود؟ والله انا على اقتراحاته بالحلول. هو طبعا موضوع ان هو يرفع ال 40 ل 124% ده مبادره جيده من وزاره التربيه والتعليم. تمام. واحنا كلجنه تعليم في مجلس النواب بندعم هذا الكلام نظرا لمصلحه والظروف اللي بتمر بها الدوله المصريه وظروف اللي عدت على اولادنا اللي بيمتحنوا السات. اما فيما يخص رفع الحد الادنى للقبول، ده موضوع ممكن نناقشه مع الدكتور خالد عبد الغفار، واعتقد ان احنا هنتبنى هذه النقطه اذا كان فيها مصلحه. لطلبه اولادنا يعني ان شاء الله. بستاذنكم، معانا تليفون اخر، اخر اتصال تليفوني، ما عندناش وقت يا جماعه. جوليانا من القاهره طالبه. الو. ايوه مساء الخير. اهلا جوليانا، سريعا من فضلك عشان وقت البرنامج، اتفضلي حضرتك. اوكي، انا في جريت ويل، يعني يعني عندي كانوا محاولتين برضو اتلغوا بسبب التسريب، ومحاولتين اتلغوا بسبب كورونا. أيوة. وكان في محاوله اللي هي ديسمبر، الصراحه انا كان عندي ظروف، يعني كان عندي كرحه في عيني انا ما قدرتش ان انا اكلها، كان كنت قاعده شهرين. أيوة. في البيت. ايوه، ما قدرتش ان انا اكلها خالص، وجايبه في فاتو 1400، وكان فات 1000 بس، فاللي هو انا مش متاح عندي خالص لدخول الجامعه الخاصه ولا حكومه، يعني حتى مش محصله مرحله الخاص ولا الحكومه. فدلوقتي يعني انا مش عارفه اعمل ايه يعني. طيب، فهو كان في اقتراح اصلا، كان وزير التربيه والتعليم كان قايله، دكتور طارق شوقي. بالظبط. كان قايل اللي هو تطبيق حساب جي بي اي، ده كان كله يعني ما حدش كان معترض عليه يعني. لان كان كمان الفيديو اللي كان في شهر 3 في 2019 تقريبا. أو في لا 2020. 2020. اتفضلي. بالظبط. وكمان انا يعني كان عندي اصدقاء دخلوا من جريت من ثانويه عامه، دخلوا جريت ويل، طبعا ما لحقوش ولا اي محاوله خالص. فكده حتى لو مثلا هنقول هننزل التنسيق، فهو في ناس اصلا مش جايبه خالص سكروتس يعني. فالاحسن كلينا كلنا، او اللي كان كله بيطالب بيه. أيوة. كان جي بي اي يعني. وده كان اقتراح من وزير التربيه والتعليم. طيب، هو على العموم شكرا جوليانا. انا عايز اسال سؤال مدام فاطمه، هو الجي بي اي ده بقاله كذا سنه بنفس الرقم ما اتغيرش؟ ما اتغيرش من بدايه سنتين. لا، الجي بي اي انا قصدي ايه، كان قبل كده كله على السات. لا، هو قواعد هو اللي اتغير. كان الرقم كله 40% جي بي اي، 60% سات 1، 15% سات 2. قبل طيب. ما تتقسم الدرجات دي كان كله على السات، كان ال 100% على الامتحان اللي هو السات. لا، لما 40% جي بي اي المدرسه، امال بيروحوا المدرسه. انا بتكلم على من 3 4 سنين. لا، على القديم. القديم كان برضو كده، من كله اولد سات ونيو سات نفس قواعد المجلس الاعلى. 40 60% بدون حافز التفوق، 69% للتنسيق الحكومي، 15% سات 2. طيب مدام فاطمه، عشان وقت البرنامج انا عايزه ان انا ما اخرجش غير لما نحاول ان احنا نوصل لحل. حضرتك ايه الحلول باختصار اللي انت شايفاها اللي ممكن انها تحاول تحل الازمه، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا مش بنقول للناس، لا مؤسسات الدوله ولا وزير التربيه والتعليم ولا وزير التعليم العالي، ان احنا بنقول لهم ان ده فرض عليكم لازم تعملوه، احنا طمعانين في كرم
اي مسؤول ممكن يقدر انه ينفذ مطالبكم اللي هي ايه، وبعد كده هاخد راي سياده النائب نختم بيه. اتفضل. الطلاب اللي ما عندهمش سكور يعني بنطالب من الناشد معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وهو يعني احنا كلنا بنشيد بجهوده ومواقفه مع طلبه الدبلومه الامريكيه. احنا كنا عندنا مشاكل وزراء كتير جدا رحلوها وما خدوش فيها قرار، وحضرته مشكور يعني فعلنا قرار السنة اللي فاتت ولغنا قرار كان هيدمر مستقبل الدبلومة الأمريكية، واستجاب لأولياء الأمور وأعلنوا برضو في أحد البرامج المشهورة، وإحنا كلنا بندين ليه بالفضل والشكر يعني، وطمعانين بقى في بقية كرم إن الطلاب اللي ما عندهمش سكور يعني يطبق يفعل لهم مقترحات الدكتور طارق شوقي وبقرار سريع، عشان الطلاب يعني أهليهم بتتدمر بتموت مش عارفين مصيرهم إيه. وكمان احنا مش عايزين نضر بالطالب اللي عنده سكور سات 1 وسات 2، لان عايزين لهم حاجه كمان عشان بس ما حدش يزعل مني. عشان اللي يمثل حد يعني الطلاب دول اللي هم لازم الحد الادنى للكليات، مش قصدي هنا التنسيق، احنا قلنا خلاص الحد الادنى للتنسيق الحكومي عايزين ينزل 50% اسوه بالثانويه العامه، برضو الحد الادنى للكليات عشان الطالب اللي جايب سكور في سات 1 وسات 2 ما يتظلمش، ويبقى احنا كده انصفنا الطالب اللي هو جايب سكور قليل او ما جابش على حساب الطالب اللي جاي بسكورات ان هو ينزل الحد الادنى للكليات. طيب بالنسبه لي من وجهه نظر حضرتك ايه اللي ممكن يتاخد او هو اللي هو ممكن يتعمل؟ طبعا انا عايز ارد على الاستاذ محمود بالنسبه لل 12 محاوله، هو في 8 محاولات سات 1 و4 محاولات سات 2 فيبقى 12 محاوله، فرد عليه مش 8 محاولات. لا كلام حضرتك مظبوط، بس في حاجه بس انا عايز ارد على حضرتك فيها. معلش خلاص معلش ندي له فرصه يا مدام فاطمه. الحاله الثانيه احنا انا برضو مع جوليانا اللي هي بتقول ان احنا بنشتغل على جي بي اي. جي بي اي ده المبادره بتاعت وزاره التربيه والتعليم، دي مبادره جيده جدا، واعتقد ان هي علشان في ناس مهما نزلتي بالحد الادنى في ناس لن تستفيد لان ما جابتش حاجه، فانت كده يبقى انت عايزه يعني ايه بالتارجت شريحه معينه صغيره، لكن انا عايز اقول برضو ستيل ان في محاولات الكوليدج بورد مدي فرصه في 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 جولاي واوجست وسبتمبر لتحسين الجي بي اي لتحسين لدخول السات 2، فاعتقد لسه في فرصه تانية علشان التحسين. لكن بالنسبه للنزول بالحد الادنى اعتقد مش ممكن هنسمح بان حد يخش كليه اقل من الحد الادنى للدخول. طب احنا الحد الادنى احنا في مظلمه ان الحد الادنى احنا الحد الادنى للتنسيق الحكومي اللي منصوص عليه في المجلس الاعلى للجامعات 60%، المجلس الاعلى للجامعات بيحاسبنا على 65.6. ما هو يعني ازاي؟ طيب انا عايز اقول لك ليه. انا دخلت دبلومه ومرتضيه على محاوله، انت بيقارنك بالراجل اللي داخل محاوله واحده يا فندم؟ يعني انت عايزه الراجل اللي هو في الثانويه العامه الحكوميه اللي داخل محاوله واحده يا فندم ده ملوش انت داخله 12 محاوله. الحل ايه يا فندم؟ الحل ايه؟ الحل من غير ما نظلم حد. لا لا احنا من غير ما نظلم بقيه يعني انا عايز اقول ايه، احنا عمرنا ما هنظلمكم اكيد. اي قرار هيكون في مصلحه ولادنا بتوع الامريكان وبتوع كل المدارس الشهادات الدوليه احنا هنكون داعمين له. بس انا عايز اقول لكم برضو حاجه، ان برضو احنا ما زلنا داخل دوله وشغالين مع طبعا ولادنا اللي هم بتوع الثانويه العامه الحكوميه، شايفين الراجل لو مجموعه اقل من الحد الادنى خلاص انتهى، لو الولد اي وتعب وجاي داخل الامتحان خلاص انتهى. يعني احنا اشمعنا دول بنبرر معالي بس النائب الله يبارك لك اسمعني في الحته دي، لان حضرتك هتنقذ مش عشان دفعه 12، أنا حضرتك كده أيوة. بتعمل يعني بتنقذ طلاب كتير جدا. شوفي انت عايزين ايه من وانا من كل الدفعات اللي جايه يعني دلوقتي الحد النائب وكيل لجنه أنا أتعتبريني نائب عنكم، أنا نائب عن طلبة مصر بالكامل. الله يبارك لنا في المدارس الدولية دلوقتي حضرتك لما توصل يعني أنتوا النواب أنتوا القانون دلوقتي، إحنا الحد الأدنى لينا 60% بنص القانون. الجي بي إيه الحد الأدنى بيطبق؟ لا 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 الحد الأدنى غير الجي بي إيه، لا الحد الأدنى غير الجي بي إيه ده بتاع التنسيق دلوقتي اللي بيطبق فعلا في مكتب التنسيق 65.6. هل ده قانوني؟
انا دلوقتي برتاديه وداخله للدبلومه الامريكيه وانا عارفه ان الحد الادنى لابني 60%. ليه انتوا بتحسبوه لنا 65.6؟ ما انا اقدر بالقانون برضو اخد حقي. تمام. يعني هو الحد الادنى للمدارس للثانويه العامه اللي هي 50 الحكومية. واحنا 65 وانتوا 65. اه خمسة. لا احنا 60. انتوا 65 هم. لا 60 حضرتك. وارجع للمعالي وزير التربيه التعليم العالي هيقولك لك اللي انا عارفه 65. ولكن انا هرجع تاني للوزير. اه 60 وهشوف فادي قرار ال 60 ده. ال 60 ده في قواعد القبول للمجلس الاعلى للجامعات 60% واجيبه لحضرتك. فدلوقتي احنا يعني متاخد مننا 5.6% زياده. لا حضرتك شوف انا عايز اقول لك حاضر. الحد الادنى ليه المفروض 960. بيحسبونا التنسيق 1050. هنرجع للمجلس الاعلى للجامعات عشان ده هيبقى قرار لكل الدفعات. يبقى ودي مشكله. بدل يعني احنا مش حابين يعني احنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني معالي وزير التعليم العالي يعني بيستجيب لاولياء الامور وعارف المظالم بيحلها لنا. اتكلمي مع الدكتور خالد عبد الغفار. انت ما سالتوش ليه في هذه النقطه بالتحديد؟ احنا انا بعت شكوى لمكتب معالي الوزير واكيد الشكوى على مكتبه ومعالي الوزير عارف ان انا بعت الشكوى دي. لازم اختم. اول حاجه انا بشكرك جدا ومقدره طبعا موقف اللي انت بتقومي بيه انك بتدافعي عن كل هؤلاء الطلبه. بشكرك جدا بالنيابه عن الطلبه محمد بهنس والاستاذه فاطمه طبعا رشيدي اللي هي مسؤوله الشرق الاوسط كله ومعالي النائب المحترم هاني أباظة وكيل لجنه التعليم وكل المعلومات المفيده اللي معانا. بس احنا يعني في الاخر بنقول قرار الاي سي تي. اتخرجتي في الاي سي تي ورحتي سلمتي ومطلب عشان الاي سي تي ولا لا؟ لا ها ده انا اتخانقنا. انت شغاله مع كل الجيبورد انا عارف. لا 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 والله ده كل الجيبورد عدوتي. هتتواصلوا مع بعض اكيد. كل الجيبورد لانه احنا كلها منها. احنا يهمنا مصلحه الطالب. طبعا ال 60,000 طالب دول احنا نفسنا ان هم ما ضيعش عليهم السنه كلهم. يعني وهم طمعانين في كرم ومرونه من حضرتك من سياده وزير التعليم العالي انه احنا نوصل لحل ليهم. انا بقول يا فندم بدل ما يضيع السنه كلجنة التعليم ان شاء الله. انا معلش انا اسفه احنا هنكمل بعد الحلقه. تمام. احنا كلجنة التعليم ان شاء الله هنتبنى كل الطلبات اللي انا خدتها معايا. حلو جدا. وباذن الله هنرجع ليك ان شاء الله. خلاص وهنعمل حلقه ثانيه يا فندم ومداخله ونعرف اللي حصل. مشاهدينا انا بشكر ضيوفي. وقبل ما اختم في بيان مهم صدر منذ قليل عن اجتماع وزاره الري في اجتماع وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا اليوم وهو الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أعربت مصر وكذلك السودان عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بل وإهدار لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكن ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب. وقد أكدت مصر على ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق. كما شددت مصر على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015 لما يمثله هذا المنهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها. كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات
المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع. مشاهدينا تصبحوا على خير ونلقاكم الأربعاء القادم إن شاء الله.